بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار بصمتنا في عالم الابتكار ينظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين الصالون الولائي للابتكار والإبداع دعوة مختلف المؤسسات الناشئة للحضور، وقد تمثلت في 11 مؤسسة خاصة ناشئة من خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تم إحصاء 32 عمل إبداعي ابتكاري لمتربصين ومتخرجين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين، فضلا عن عرض مجموعة من التخصصات ذات الأولوية خاصة في مجال الصيد البحري والرقمنة. تنظيم جناح خاص بالرقمنة، هذا الجناح الذي من خلاله تم عملية رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن طريق منصة تسيير. إنتاج الأسماك في الأحواض أسماك الزينة، هذا اختصاص جديد. رايحين اون فارياليزي لي زاكواريوم هادو بان نوفو سيستيم، رايحين ندمجوا داخل الاكواريوم جهاز يعيننا على معرفه سن السمكه ومختلف الامراض التي تتعرض اليها قبل وقوعها. تخرجت معهد بحريت عبد المجيد بالطاهر، المشروع ديالي تاع التخرج كان عباره عن اعاده تهيئه مسجد صلاح الدين الايوبي بالميليه بسعه 6000 مصلي. المشروع ديالنا اهتمينا بالالوان شغل الديكور بصفه عامه. تربية المائيات المدمجة بالفلاحة، يتم في الأحواض المستعملة لسقي النباتات يتم فيها تربية الأسماك. هذه الأحواض التي يتم فيها تربية الأسماك تكون غنية بالأملاح المعدنية الناتجة عن تحلل فضلات الأسماك، فبالتالي هي تفيد الفلاح في الاستغناء أو التقليل من الأسمدة الكيماوية، لأن هذه المياه التي نستعملها بعد ذلك في السقي تكون غنية بالأسمدة الطبيعية، وبالتالي نقلل من المواد الكيميائية ونتحصص على منتوج طبيعي بيو. قمت بابتكار مولد كهربائي هجين يعمل بالطاقة الشمسية. هذا المولد يتكون من هيكل تثبيت ولوح شمسي وبطاريات وخزانة كهربائية. يمكن استعمال هذا المولد في عدة وظائف، منها الإنارة الليلية، المنشآت والمباني، المؤسسات التجارية من أجل تقديم العروض الإشهارية. أيضا يمكن استخدامه في المناطق النائية لأنه عبارة عن مولد متنقل، يمكن استخدامه في تخييم.